للمقاتلين لكن بشكل بطيء، وذلك بسبب توقف القتال بأحد المحاور التي هي معبر لتحرير المدنيين وإخراجهم إلى المناطق الآمنة. طبعا هنا نستقبل المدنيين النازحين الذين قد خرجوا من المناطق التي تسيطر عليهم مرتزقة داعش وكانوا يستخدمونهم كدروع بشرية. ها نحن الآن في النقطة الأولى لاستقبال المدنيين الذين قد تم الترحيب بهم وإجلاؤهم إلى المنطقة التي المناطق المحررة من قبل قوات سوريا الديمقراطية. طبعا كما تشاهدون الآن هناك مجموعة كبيرة من المدنيين الذين تم إجلاؤهم في الفترة الماضية بين يومين السابقين. أعلن بشكل رسمي عن 3500 مدني تم إجلاؤهم بين البارحة وأول البارحة، ولا يزال عملية الإجلاء تستمر إلى إنهاء جميع المدنيين أو إنهاء عملية إجلاء جميع المدنيين في الداخل. طبعا من ضمن هؤلاء المدنيين الذين يسلمون أنفسهم إلى قوى سوريا الديمقراطية يوجد مجموعة من مقاتلين داعش أيضا الذين لا يريدون القتال. عددهم كما استفنا بالحديث عبر الموقع الرسمي لقوى سوريا الديمقراطية عددهم 500، والأعداد لا زالت بالتزايد الذين لا يريدون القتال.